استشهاد طفل وإصابة عدة أشخاص جراء قصف بأكثر من 40 قذيفة وصاروخ على مدينة حريتان وجرحى إثر سقوط قذيفة في حي بستان القصر. جبهة النصرة تسلم الفوج 46 لحركة بيارق الإسلام بعد اتفاقها مع الجبهة الشامية على تسليمه لجهة محايدة عقب سيطرتها عليه الأسبوع الماضي إثر المواجهات مع حركة حزم. إصابة عدة أشخاص واحتراق سيارة جراء سقوط 6 قذائف في منطقة المزة بالعاصمة دمشق وقصف مدفعي على مدينة دوما بريف دمشق. استشهاد 34 مدنيا على يد قوات نظام في مناطق متفرقة من سوريا أمس معظمهم في دير الزور. المجلس الإسلامي السوري يصدر فتوى بعدم جواز التعدي على أهالي المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة مؤكدا على ضرورة مصادرة سلاح التنظيم لصالح الثورة. الائتلاف الوطني يحذر من ارتكاب قوات النظام مجازر طائفية بحق المدنيين في جبل التركمان بريف اللاذقية ويدعو مجلس الأمن للتدخل وحماية المدنيين. زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية أبو بكر الشيكاو يعلن في تسجيل صوتي مبايعة الجماعة لتنظيم الدولة.